احمد شوبير نجم النادي الاهلي ونجم كره القدم المصريه ونائب رئيس اتحاد كره القدم المصري مع حفظ كل الالقاب المواطن المصري ابن النادي الاهلي كابتن احمد شوبير، ما ينفعش ارحب بحضرتك جوه بيتك وبين جدران بيت العائله الاهلاويه. طبعا ما ينفعش ترحب بيا جوه بيتي، بيتي ومكاني بفخر بيه وبسعد بالانتماء ليه، وبتبقى لحظات سعيده لما اكون موجود في النادي الاهلي مع اخواتي ومع اصدقائنا ومع الناس اللي اتربينا معاهم. النادي الاهلي اللي بيمثل قمه كبيره من قمم مصر، اللي بيمثل المبادئ والقيم والاخلاق والاحترام، اللي بيمثل نموذج جميل الكل الحقيقه بيسعى انه ياخده قدوه ليه من ايام رؤسائه السابقين من زمان، عبود باشا، ست الفريق مرتجي، كابتن صالح سليم، كابتن عبد صالح الوحش، كابتن حسن حمدي، مهندس محمود طاهر، كابتن محمود الخطيب، مجالس ادارته على مر التاريخ، النادي الاهلي بجماهيره الرائعه المحترمه، النادي الاهلي باعضائه، النادي الاهلي بلعباته كلها من اولها لاخرها، بكباتنه وبنجومه، بسعد وبفخر ان انا اكون جزء من هذه المنظومه وجزء من هذا التاريخ. وبالتالي اي دعوه من النادي الاهلي ما بقدرش اتاخر عن تلبيتها، وباجيها وانا فرحان وانا سعيد ان انا بكون في بيت النادي الاهلي. كابتن احمد، مش هقول نتكلم من النهايه، لا انا عايز اتكلم من البدايه. تحملت ما لا تحمله بشر ودفعت فواتير كتير، وفي هذا الوقت كنت صامد وكنت واقف واثبتت في كتير من الاوقات انك كنت على حق، وتعلم الجميع من هذه المواقف. وهفضل على موقفي، واللي مفكر ان انا بيأس او بزهق، لا بيأس ولا بزهق ولا عزيمتي بتقل، وهفضل بالشكل ده وهفضل بالاسلوب ده وبالطريقه دي اللي انا اتربيت عليه في بلدنا في مصر، في بيتي الصغير وبيتي الكبير النادي الاهلي، وفي مصر بيتنا كلنا بلدنا كلنا، تعلمنا حاجات كتيره جدا جدا. لا قلة أدب ولا لسان طويل ولا تطاول ولا خروج عن النص هيفرق معايا، لا ناس مش منتظمة إداريا ولا ناس دورها للأسف الشديد إنها تقول كلام وتعمل عكسه هيفرق معايا. أنا الحقيقة بسعد وبعتز بثقة الناس، وهفضل على هذه الثقة إن شاء الله، وهكمل مشواري حتى النهاية بإذن الله. مصطفى شوبير خير امتداد للكابتن شوبير، ومصطفى بيدفع فاتوره وهو لسه في بدايه طريقه، يعني ايضا فاتوره بيدفعها مصطفى. وحضرتك في وقت من الاوقات قلت انا بحسد مصطفى على بدايته وبحسد مصطفى، يا ريتني كنت في سن مصطفى وكنت ببدا نفس البدايه. بالعكس، ما شاء الله مصطفى بقى اشهر واحد في مصر، مصطفى جون عظيم يعني ما شاء الله. وانا بقول بس يا ريت الكلام ده ما يتشالش، ان انا كان نفسي ابقى زي مصطفى في شخصيته، في بداياته، في ثقته في نفسه، في موهبته كبيره جدا. والولد ما شاء الله شق طريقه بايديه. صفا جاله عروض من انديه سموحه، انديه دجله، انديه الداخليه، من انديه الجونه، لان هو بيحب النادي الاهلي وبيعشق النادي الاهلي، فصمم انه يكمل عشان يبقى حارس مرمى النادي الاهلي وحارس مرمى منتخب مصر، عشان يبقى حاجه عظيمه جدا في حراسه المرمى. فمصطفى انا مش قلقان عليه، هو عارف سكته وعارف طريقه. شفت حضرتك في تمرين وفي مباراه غير في تمرينه واحده، وكان بالتحديد في الملعب الفرعي لاستاد القاهره. ما هو عارف سكته، هو عارف طريقه وعارف سكته وعارف مشواره وعارف رايح فين وجاي منين. فبالعكس انا مش قلقان عليه ومطمن جدا عليه وعلى مستقبله، وكفايه انه حارس مرمى النادي الاهلي. شوبير، مش عايز اتكلم على الازمه المثاره حاليا ابعادها ايه او نهايتها ايه، لكن لو حبيتك حابب تتطرق لهذا الامر وتوضح لنا من خلال قناه النادي الاهلي، الامر يجي على حضرتك. لا يعني الوقت كويس، وخلينا نراهن على الوقت دايما. بس عايز اقول لك انه في النهايه لا يصح الا الصحيح، اللي ماشي صح في الاخر هو اللي بينتصر، لان ربنا اسمه الحق وربنا اسمه العدل وهو عادل، وبالتالي الصح هو اللي هيمشي والاصول هي اللي هتمشي. وايا كان كم الضغوط اللي موجوده عليا في اي مكان انا موجود فيه، انا مصمم على الصمود ومصمم على الاستمرار، ومحدش عارف بقى بكره اللي هو قريب قوي ممكن الامور كلها تتغير، الامور كلها تمشي في اتجاه صحيح باذن الله.